السلام عليكم البنات، كيدير؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله بعيدا عن المطبخ غادي نمشيو للكروشيه اللي غادي ان شاء الله نخدم معكم اليوم، ربطه الشعر اولا البوندا ديال الشعر اللي هي بطريقه سهله واحترافيه. المهم اول حاجه غادي نحتاجو لها هو الصوف اللي سيكون على هذا الشكل. هذا انا ما عنديش اسم محدد. المهم كنمشي عند الصوف كيعبر ليا بالوزن. وغادي نحتاج كذلك لهاد السناره رقم 4 اللي كتشوفوا معايا، وغادي نحتاج كذلك لهاد المقص هذا اللي غادي نضف به العمل ديالي. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنديرها، المهم بالنسبه للمبتدئات غادي نوريكم كيفاش تبداو العقده الاولى. كديروا بحال هذا الشكل، بحال غتعقدوا الخيط وكتكونوا في عوينه على هذا الشكل. هذا كتدخلوا الكروشيه ديالكم وكتجروا هذاك الخيط التحتاني بهذه الطريقه هذه، وكنديروا الخيط فوق الكروشيه وكنكونوا سلسله. كندخلوا سلسله بهذا الشكل هذا، الخيط كيجي فوق الكروشيه وكنخرجوا السلسله. المهم انا بالنسبه لي غادي نكون هنايا 17 سلسله اللي هي العرض ديال البوندا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا اكثر راه ممكن، واللي بغاو يديروا اقل راه ممكن، غير هو خصو يكون عدد زوجي وكتزيدي سلسله واحده. بحال مثلا دابا يقدروا يكونوا 16 و17 زايده او 18 و19 زايده، وانت غادا هكاك. المهم انا بعد ما كونت هنا 17 سلسله ديالي غادي نبدا الخدمه ديالي. المهم هذيك الغرزه الاولى ما تنخدمش فيها، كنمشي للغرزه الثانيه وكنخدم فيها غرزه منزلقه اللي هي بهذا الشكل. بالنسبه للبنات الغرزه الثانيه اللي هي نصف عمود كنديروها بهذا الشكل هذا، كنخدموا عاوتاني منزلقه نصف عمود. نصف عمود دائما كندخلو الكروشيه تحت الخيط وكندخلوه في العوينه اللي عندنا وكنجبدو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنعاودو نديرو منزلقه ونجبدو الخيط وكنديرو نصف عمود، مره منزلقه عوينه منزلقه عوينه نصف عمود، كنكملو السطر كامل ديالنا. بالنسبه للبنات المبتدئات غير تبعوا معايا، راه ساهله جدا وراه ان شاء الله تصوبوها ويجيكم الكروشي ساهل. شحال واحد يقول لي، شحال واحد كتقول لك راه واعر انا ما نتعلمش، ولكن لا خصك تكون عندك الاراده وان شاء الله ان شاء الله تشديه زعما تخليك لعقلك. المهم البنات اخر غرزه ضروري تكون عندنا نصف عمود، الخدمه كلها ضروري اي سطر خدمناه تكون عندنا نصف عمود. ومنين كنجبدوا الخدمه ديالنا كنزيدوا سلسله باش كنقلبوا العمل ديالنا وكنخدموا السطر ثاني. هنا ما تنخدموش، كنجي لهاد العوينه وكندخل وكنخدم فيها منزلقه، عوينه اخرى نصف عمود بهذا الشكل ومنزلقه. بالنسبه للبنات الا كانت الاراده راه تعلمي على الكروشيه راه اسهل حاجه صراحه، فيه ميدال فيه رشيمات زوينين بالنسبه اللي عندها الوليدات وهذا وكتبغي تهلا فيهم مره فيه ميدال صراحه والله. المهم كنبقاو غاديين بهذا الشكل، كنخدموا بالنصف منزلقه نصف عمود حتى كنكملوا السطر. هنا بدا كيتكون، كتشوفوا عندنا دوك الوريدات بداو كيبانو،
اخر غرزة البنات خاصة تكون نصف عمود، كنأكد عليها تكون نصف عمود بهذا الشكل. او كنجبدوا الكروشي ديالنا او كنخدموا سلسلة او كنقلبوا العمود. كنخدموا نفس الخدمة كنبقاو غاديين بها، نصف عمود منطلق. كنعتذر البنات الا كان الفيديو طويل، ولكن انا راه قصدا درتو على حساب البنات المبتدئات باش يتعلموا معانا. اما بالنسبة اللي كيعرفوا راه غادي يجيهم الفيديو طويل، ولكن ماشي مشكل، حنا درنا اصلا غير باش يستافدوا الناس. الشكل نصف عمود في آخر غرزة. نطلعوا بسلسلة. ضروري ان البنات يجي عندكم مسطر، عندكم تنسوا شي غرزة راه غادي يجيكم براجل. الا كان داكشي عندكم تقون راه غادي يجيكم مسطر بحال كي كتشوفوا عندي هنايا. صافي البنات، هنايا كنبقى غادا بهاد الطريقة، كنبقى نخدم نخدم نخدم، وأنا في نفس الوقت كنعبر دورة الرأس باش ملي كنلقى القياس اللي بغيت كنحبس العمل ديالي. المهم نبقى نخدم نخدم حتى نتلاقاو.
هنا البنات انا بعد ما وصلت للقياس اللي بغيت ها نتوما كي كتشوفوا بهذا الشكل كيجينا صافي. دابا غادي نجمع الخدمه من الجناب، غادي نحاول نلصق الراس ديال البونده من تحت مع الاخر، وغادي نبقى نجمعو بالكروشيه بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا. كنبقى ندخل في دوك جوج عوينات ديال الطرف الاول والثاني وكنجبد الخيط بهذه الطريقه، كنعاود ندخل في العوينه الاخرى اللي حداها نفس الشيء، نجبد الخيط ونجبدو بهذه الطريقه. كنبقى غادي حتى كنكمل السطر كامل الجناب ديال البونده وصافي. البنات بعد ما نجمعت الدوره ديال البونده دابا غادي نجيب هذا الخيط هذا الوردي باش نزوق به الجناب ديال الرابطه ديالنا. كنكون عقده بالشكل هذا وغنبدا نخدم على هذه الدوره كامله هذه والتحتانيه كذلك، ونتلاقاو من بعد. البنات بعد ما انا دورت على الفوق والتحت بهذا الشكل هذا، دابا ان شاء الله غادي نكون هذيك اللعيبه اللي غادي نحطو هنا. انا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غتصاوبوها، تبعوا معايا. غنجيب هذاك الخيط اللي زوقت به الجناب وغادي نكون منه عقده بهذا الشكل هذا، وغنخدم فيه غنخدم فيه 8 ديال السلاسل بهذا الشكل. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية. غنخدم هنا غرزة عادية جدا، ما عندي فيها حتى شي شكل، غنخدمها الخدمة الكروشي عادي بهذا الشكل. غادي ملي غنسالي غادي نطلع بسلسله بهذا الشكل ونخدم عاوتاني نفس الخدمه، غنعاودها في هذا السطر. وغنبقى غادا بهذا الشكل حتى كنحصل على الطول اللي بغيت. البنات بعد ما خدمت هذيك اللعيبه اللي غندير، انا كنجي هنا كنخبي دوك الخيوط اللي بقاو عندي من الخدمه ديالي، كنخبوهم باش نحط عليهم هذيك اللعيبه. وانا راه غادي نخيطهم غير بالكروشيه، وسمحوا لي راه تقطع لي في المونتاج ما عرفتش كيفاش. المهم انا بعد ما خيطت البنات راه غنجي وغادي نطف دابا البونده ديالنا هاد اللعيبات، هاد الخيوط هادو اللي هكايا، غنبقى ندخلهم بالكروشيه ونقطع بالخيط، نبقى ندخل ونقطع حتى كنقي كاع البونده ما تبقى فيها حتى شي خيط باين بهذا الشكل هذا. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال البونده ديالنا، يا ربي تكون عجبتكم. وصدقوني راه كتجي ساهله وزوينه، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم وديرنا ابوني وتحنا باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. بالنسبه انا لهاد اللعيبات عندي في الدار غير محطوطين، قلت علاش ما نجربش كفكره نضيفهم في هاد البونده هادي، اللي بغاهم يديرهم اللي ما بغاهمش راه ماشي مشكل. كنتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.